إيلون ماسك يثير الجدل مجدداً من خلال منصة إكس للتواصل الاجتماعي، فلا بلوك بعد اليوم. قرار الحظر يستثني الرسائل المباشرة وأيضاً خاصية الكتم التي تزيد تغريدات حسابات معينة، هذا وفق ماسك. طبعاً كان هناك موجة من الانتقادات كما هو متوقع على هذه الخطوة من قبل الآلاف الذين أكدوا أن من حقهم حظر بعض الأشخاص، لكن آخرين أيدوا ماسك معتبرين أنه يتماشى مع مبدأ حرية التعبير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.